الحوثي والصلف الإمامي لتحرير كل شبر على تراب اليمن. صحيح أن اتفاق ستوكهولم أوقف المعارك من تحرير الحديدة، لكننا أعدينا العدة. أوقفت معركة الحديدة وكانت المقاومة الوطنية 3 إلى 4 ألوية، نحن الآن بصدد تشكيل اللواء 9 والعاشر بإذن الله. وخلال هذا العام نقاتل الكهنوت ونقارع تسللاته وهجماته المتكررة والمختلفة بإمكانياتنا الذاتية وبإسنادنا الذاتي. تعلمنا وتدربنا في الميدان وفي معسكرات التدريب، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير. نحن الآن نعمل ونعد العدة، واليد على الزناد. إن جاء السلم وتحقق فحيا به، وإن جاءت الحرب فإحنا رجالها وأوتادها. لن نتراجع عن مبادئنا وثوابتنا الوطنية مهما كانت التضحيات. لا يعتقد الحوثي بأنه مع الوقت يستطيع أن يهبط من معنويات المقاومة المشتركة أو أن الوقت في صالحه. لا، نحن نؤكد أن الوقت ليس في صالحكم. عليكم أن تراجعوا أنفسكم وتعودوا إلى صوابكم، إما أن تكونوا يمنيين وجزء من نسيج هذا الوطن أو فلا مكان لكم بيننا. لا أحد يريد الدماء أن تسيل وتستمر في اليمن، لكننا نؤكد أننا هنا نحارب من أجل السلام، من أجل فرض السلام الذي عكر صفوه الحوثي منذ 2004. كانت اليمن تعيش في سلام ووئام دون حروب لا طائفية ولا عصابات ولا مناطق، إلى أن استولت إيران على العراق في 2004 وبدأ تسطير الثورة الخمينية إلى مختلف أرجاء الوطن العربي، وكانت اليمن من أهم المحطات التي استخدموها، وظهر من مران حسين الحوثي بصرخة الموت على الشعب اليمني. هم يكذبون ويعرفون من يمدهم بالسلاح ومن يسمح لهم، من سمح لهم بالبقاء إلى اليوم. يرددون صرخة الموت الحوثية على اليمنيين، وعندما يقابلون كيري وغيره يخفضون له جناح الذل والرحمة. نأكد عليكم أنه مشروعهم منتهي، مشروعهم منتهي. ولاحظتوا ما يجري في لبنان وفي العراق وداخل إيران. هم الآن يستخدمون آلة حرب ويستفيدون بذلك في ظلم الشعب من خلال الادعاء بأنهم يقارعون العدوان. هم العدوان، هم العدوان، وهم الجرب، وهم المرض على الشعب اليمني، وهم الموت نفسه. سيلفظهم الشعب اليمني من داخله، سيتحرر شعبنا وسينتفض كما انتفضت العراق ولبنان وداخل إيران ضد هذه العمائم السوداء. سينتفض شعبنا اليمني، لن يصبر ولن يطول صبره. نحن هنا نقول إما عيشة بكرامة أو فباطن الأرض خير من ظاهرها، وعليها نحيا وعليها نموت. أتمنى لكم التوفيق في مهامكم المستقبلية، وأن تكونوا قدوة يحتذى بها.